بعد صراع مع المرض غيب الموت الفنان المصري علاء عبد الخالق عن عمر ناهز 59 عاماً في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. علاء عبد الخالق يعد واحداً من نجوم الكاسيت في الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي. هو بدأ مشواره الفني مع فرقة الأصدقاء في عام 1980 وأصدر أول ألبوم له عام 1985. اختفى الفنان عبد الخالق عن الساحة الفنية لفترة طويلة منذ 2002 حيث أصدر آخر ألبوم له بعنوان عين بعين، وكان الفنان الراحل ظهر قبل أشهر قليلة حينما كان يحتفل بزفاف نجله. إلى ذلك نعى عدد كبير طبعاً من نجوم الغناء في مصر الراحل، كما نعت نقابة المهن الموسيقية الراحل مؤكدة أن مصر فقدت قيمة فنية كبيرة.